كما قال سي مقداد ما نحبوش نكونوا شعبويين، لكن ما نزينوش الباطل. الاغتيال واضح الان على الاقل مثابته، نشوف الصور، لا تنكر على الاقل ثم بيان نقابه الصحفيين وبيان الائتلاف المدني، واضح انه الرصاص رصد ديوانه وكما شفنا الصور. لكن الوفاه ما وقعتش على الحدود، ما وقعتش في مناطق بعيده، اللي خاف ربما الديواني انه اذا ثبت انه الشاب هذا خطر ما نعطوش حكم قبل القضاء، اذا ثبت انه مهرب باش يهرب في مكان في وضحة النهار امام عدسات الهواتف الجواله في قلب الباساج على الاقل، حتى وان القانون تو نشوفوه بعد قليل نتاع الديوانه يجيز استعمال السلاح كان ثم تدرج. الصور الاولى الرصاص مسافه صفر، هل هانت الارواح سي رشيد؟ اولا لابد من تقديم التعازي لعائله محسن الزياني المرحوم والى اصدقائه وكافه يعني اسرته. اعتقد ان ما حصل هو جريمه فعلا، وجريمه اركانها واضحه، وان كان القضاء في الاخير هو الذي سيقرر طبيعة ما حصل ويحكم عليه، لكن بالتأكيد من خلال المؤشرات الموجودة الآن والتي رأينا الكثير منها من خلال صور الفيديو هناك استهداف لهذا الشاب، وفي الحقيقة يعني هذا الاستهداف كان يمكن أن يكون بطرق أقل عنجهية مما حصل، وذلك مثلا بالتنبيه عليه أو في أقصى الحالات بإطلاق الرصاص على عجلات سيارة كما هو مذكور في قانون الحرس الديواني. فاستعمال السلاح محدود بشروط معينة في 4 نقاط حسب القانون، وهذا لم يتم احترامه. ومن هنا فإنه نتمنى أن القضاء ينصف محسن زياني وأن يبين من هو الذي قام بإطلاق النار عليه ويحاسب على هذا العمل على هذا الفعل. نعم.